في العرض الأخير رأينا طريقة لإيجاد قاعدة فضاء العمود، واستخدمنا هذه الأمثلة، في حين كانت هذه المصفوفة A فقد أخذتها ووضعتها بنموذج درجة الصف المنخفض، وأوجدت أي من هذه الأعمدة بنموذج درجة الصف المنخفض لA يعتبر أعمدة محورية، وحولتها ليكون الأول والثاني والرابع. ثم أن الطريقة هي انظر إن الأعمدة المتماثلة في A، إذن الأول والثاني والرابع تشكل قاعدة لفضاء العمود لدينا. وبما أنها تشكل القاعدة، وإذا أردتم أن تعرفوا بعد القاعدة لفضاء العمود وهي أيضا تسمى بالمرتبة، ستقول حسنا يوجد ثلاثة هنا، لدينا مرتبة من 1، 2، و3 في هذا العرض. أود أن أناقش قليلا عن سبب لماذا كنا قادرين أن نأخذ الأعمدة المتماثلة، لماذا يبين الاستقلال الخطي لهذه الثلاثة، استقلال خطي لهذه الثلاثة، لماذا يمكنني أن أمثل هذه، هذا كمكون خطي لهذه الثلاثة، أو هذا كمكون خطي لهذه الثلاثة، لماذا يوضح أنه يمكنني إنشاء هذا كمكون خطي لمتجهات القاعدة لدي. إذن أول شيء لم يكن على امتداد علي امتداد التخيل في العرض الأخير، هو فكرة أن هذه المتجهات المحورية تكون مستقلة خطيا، أي R1 R2 R4، وكل شيء أفعله هو أنني أطبق الحالة الخاصة لكي يكون هذا سهلا للفهم، لكنه يجب أن يكون قابل للتعميم. في الحقيقة أنه قابل للتعميم بلا شك، حيث أن جميع الأعمدة المحورية التي تكون بنموذج درجة الصف المنخفض تعتبر مستقلة خطيا، وذلك لأن طبيعة نموذج درجة الصف المنخفض هي أن تكون العمود المحوري الوحيد تكون العمود المحوري الوحيد الذي يمتلك واحد في صفه الخاص. إذن الطريقة الوحيدة لإنشائه هي ذلك المتجه، لا يمكنك أن تنشئ باستخدام الأعمدة المحورية الأخرى لأنها جميعها ستمتلك صفر في ذلك الصف. وعندما أقول أنه مستقل خطيا، أقول أن مجموعة الأعمدة المحورية، دعوني أقول هذا بشكل عام، مجموع الأعمدة المحورية لأي مصفوفة تنموذج درجة الصف المنخفض تكون مستقلة خطيا، تكون مستقلة خطيا، وهذا شيء مباشر جدا، لأن كل عمود سوف يحتوي على واحد في مكان مميز جدا. جميع الأعمدة المحورية الأخرى سوف تحتوي على صفر في نفس ذلك المكان، ولذلك لا يمكنك أن تأخذ أي مكونات خطية للحصول على ذلك الواحد، لأن الصفر ضرب أي شيء سالب سيعطي صفر، ضرب أي شيء سالب سوف لا يساوي واحد. أعتقد أن هذا واضح الآن، هذا ما يعني أن حل C1 ضرب R1 زائد C2 ضرب R2، ودعوني أقول سي زائد سي 4 ضرب R 4 الحل لهذه المعادلة يساوي صفر، لأن هذه مستقلة خطيا، نحن نعلم أن هذا يساوي صفر، ويوجد حل واحد لسي 1 وسي 2 وسي 4، هذا هو الحل الوحيد. لذلك بطريقة أخرى يمكنك أن تقول أنه إذا كتبنا R ضرب متجه X ضرب، حسنا سوف أكتبه X هذا بالتحديد حيث كتبته C1 C2 0 وC4 ويساوي 0 وصفر يساوي 0. إذن هذا سيكون عدد مميز في الفضاء الفراغي، إنه حل محدد للمعادلة، هذا يساوي 0 0 0، لدينا 4 صفوف من هنا. الآن إذا قمنا بتوسيع هذا، إذا ضربنا 1 ضرب C1 زائد 0 ضرب C2 ناقص 1 ضرب 0 زائد 4 ضرب 0، سنحصل على أو بطريقة أفضل لتوضيح عملية الضرب، هذه
يمكن أن تكتب، وقد رأينا هذا لعدة مرات. سي واحد ضرب آر واحد زائد سي اثنان ضرب آر اثنان زائد صفر ضرب آر ثلاثة. يمكننا أن نتجاهل تلك العبارة، أي سي أربعة ضرب آر أربعة زائد صفر ضرب آر خمسة. يوجد آر خمسة هنا، كل ذلك يساوي صفر. إذن الحل الوحيد لها، لأننا نعلم أن هذه الأعمدة ثلاث مستقلة خطيا، أو مجموعة تلك الأعمدة الثلاث، تلك الأعمدة المحورية الثلاثة مستقلة خطيا. الحل الوحيد هنا عبارة عن جميع هذا يساوي صفر، هذا ما قلته. إذا الحل الوحيد هنا، حيث أنه إذا كان هذان صفر وبالتالي فإن جميع هذا أيضا يساوي صفر. إذا كنت قد قيدت هذا هنا. الآن الشيء الذي قمنا بفعله لمرات عديدة هو أننا نعلم أن مجموعة الحل لهذه المعادلة، أي مجموعة الحل Rx لRx تساوي صفر، تكافئ مجموعة الحل لAx تساوي صفر. الآن كيف نعرف ذلك، أو ماذا أعني؟ حسنا، مجموعة حل هذه عبارة عن الفضاء الفراغي، مجموعة الحل عبارة عن الفضاء الفراغي لR، إنها عبارة عن جميع قيم X التي تحقق هذه المعادلة. ونحن نعلم أنه يساوي الفضاء الفراغي لA لأن R عبارة عن A بنموذج درجة الصف المنخفض. إذن هذا هو الفضاء الفراغي لA، وهو عبارة عن جميع قيم X التي تحقق المعادلة. الآن الصورة الوحيدة لها والتي تحقق هذه المعادلة عندما سي واحد سي اثنان وسي أربعة تساوي صفر، وهذا يخبرنا أن الصورة الوحيدة لسي واحد سي اثنان وصفر سي أربعة وصفر التي تحقق هذه المعادلة، وهذه المعادلة هي عندما سي واحد سي اثنان وسي أربعة يساوي صفر. أو بطريقة أخرى، أنه إذا كان هذا المتجه A واحد A اثنان A أربعة هنا، إذا ضربت هذا ستحصل على سي واحد، دعوني أقوم بذلك هنا، دعوني أكتبه باللون الأزرق، ستحصل على سي واحد ضرب A واحد، سي واحد ضرب A واحد زائد سي اثنان ضرب A اثنان زائد صفر ضرب A ثلاثة. يمكن أن نتجاهل هذه العبارة، زائد C أربعة ضرب A أربعة تساوي صفر. الآن هذه ستكون مستقلة خطيا، إذن وفقط إذا كان الحل الوحيد لهذه المعادلة هو جميعهم يساوون صفر. حسنا، نحن نعلم أن الحل الوحيد لهذا هو أنها جميعا تساوي صفر، لأن أي شيء يعتبر حلنا لها هو حل لهذه. والحل الوحيد لهذه كان إذا انطلقت وقيت هاتان العبارتان ليساويا صفر، فالحل الوحيد لهذه العبارة عن جميع قيم سي هذه والتي يجب أن تساوي صفر. وبالمثل، إذا قيدت هذه لتكون صفر، فإن الحل الوحيد سي واحد لسي واحد وسي اثنان وسي أربعة يجب أن يكون صفر. إذا تلك يجب أن تكون صفر، حيث توضح أن هذه المتجهات الثلاثة A1 A2 وA4 والتي تبين المجموعة A1 A2 وA4 تكون مستقلة خطيا. لقد وصلنا إلى منتصف الطريق، لقد وضحنا ذلك، لأن الأعمدة المحورية هنا مستقلة خطيا. يمكننا أن نوضح، وهم يمتلكون مجموعة الحل نفسها، الفضاء الفراغي لنموذج درجة الصف المنخفض يكون نفس الفضاء الفراغي للمصفوف الأصيلية لدينا. بمقدورنا أن نوضح الحل الوحيد لي سي واحد ضرب هذا زائد سي اثنان ضرب هذا زائد سي أربعة ضرب هذا، والثوابت هي صفر، ما يوضح أن هذه مجموعة تلك المتجهات الثلاثة هي بلا شك مستقلة خطيا. الآن الشيء التالي حتى نثبت أنها تشكل قاعدة هو أن نوضح أن جميع متجهات العمود الأخرى يمكنها
أن تمثل كمضاعفات لهذه الثلاثة. وأنا أدرك من باب التوضيح فقط، أو ربما أنه ليس مملا كثيرا، سوف أقوم بذلك في العرض التالي. إذن لقد رأينا في هذا العرض أنه إذا كانت الأعمدة المحورية مستقلة خطيا، أنها دائما تكون جميع الأعمدة المحورية بحسب التعريف، أو أن مجموعة الأعمدة المحورية تكون دائما مستقلة خطيا عندما نستبعد الأعمدة غير المحورية، بالتالي تكون الأعمدة المتماثلة في المتجه الأصلي أيضا مستقلة خطيا. في العرض التالي سوف نوضح أن هذه الثلاثة أيضا تولد فضاء العمود.